مين بقى؟ اسمي ماريا. مين؟ اسمي ماريا. خير يعني؟ منورانا يعني. ايه الورد اللي فوق ده؟ احكي لي يا ماريا. ايه الناس كلها بتتساءل وانا من ضمنهم، ايه الفرق ما بين التعليم ومنظومة التعليم؟ هو التعليم هو ان احنا نختار حاجة وهي دي اللي احنا نتعلمها بأي طريقة. منظومة التعليم هي الحاجة اللي هي حاجة زي يعني مختارنا يعني حاجات معينة نتعلمها وهي دي اللي احنا المفروض بنتعلمها. طبعا انا لو حلفت لكم ان احنا مش محفظينها مش هتصدقوني. بس مش محفظينها والله، هي جايه كده يعني على وضعها. طيب ماريا قولي لي، يعني كل الاطفال والاولاد في سنك بيحبوا الحيوانات، مش بتحب الحيوانات؟ بحب الحيوانات. نفسك عندك بيتس؟ عندي ناقه. عندها ايه؟ ناقه. ايه تاني؟ ناقه. واللي انا معرفوش وانتوا ما تعرفوش ان الناقه غير الجمل، ليه يا ماريا؟ هي بس بنت. مين كان يعرف الموضوع ده؟ انا ما كنتش اعرف ان الناقه هي البنت بتاعت الجمل. طب ويعني ازاي ده الموضوع ده؟ فين الناقه دي؟ في سانت كاترين. في الجبل بتجري؟ لا، عن عن عندها بيت. بتاعكوا يعني انتوا عندكم ناقه في البيت؟ مش في البيت، يعني هو زي مثلا قدام البيت في الحوش بتاع البيت. ناق. وانت بتاكلي الناق؟ ماشي. طب وانت يا ماريا يعني ايه رايك في تيدكس كايرو؟ المكان حلو قوي، واحلى حاجه فيه ان هو لو حد يعني الناس هنا بتقول كلام مختلف، فلو حد عاوز يجي مثلا يعرف حاجه مثلا هيعرفها، لان مش كل التوكس هي هي. انا التاني باكد ان ده مش متحفظ. طب انت جايه تعملي ايه النهارده يا ماريا؟ جايه المفروض اقدم ماما وافرج عليها. طيب انا همشي وانت هتقدمي ماما وبعدين هتحصليني، يعني ماما هتيجي. اوكي. ماشي. معاكم ماريا يا جماعة. أنا أقدم لكم لبنى عفيفي.